ازيكم. في فيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل سكتش بوك للرسم ويكون هارد كفر بنفس الشكل الاتي ده. عندنا نموذجين هنكون شغالين عليهم اهو نفس الشكل ده، ورق كرافت. ده شكل السكتش بوك اهو من قريب. هناخد الخطوات ستيب باي ستيب من بدايه اول ما جبنا الورق لحد ازاي ما يطلع معانا بالطريقه دي. احنا حطينا نموذجين، واحد بنفس الشكل الاول ده على ورق كرافت، واحد طباعه بنفس النمط العادي ده كده. فتابعوا معانا كل الخطوات، وما تنسوش في البدايه تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اول خطوه هتكون موجوده معانا هي تحديد المقاس وعدد الورق اللي هيكون موجود جوه السكتش بتاعنا. طيب لو انا عايز اعمل سكتش بوك يكون المقاس بتاعه A5 اللي هو نص الـ A4، يبقى انا الورق اللي انا هستخدمه معايا لازم يكون ورق A4 بنفس الشكل الاتي ده كده، ما يكونش مقصوص من الايه من النص. وهنبدا ان احنا نتنيه بنفس الشكل الاتي ده كده. طيب فرضا ان انا عايز يكون موجود معايا سكتش بوك مساحه الرسم اللي موجوده فيه هتكون A4، يبقى انا الورق اللي انا هستخدمه ايه؟ هيكون الورق الكبير اللي هو الايه؟ الـ A3. طيب تمنيات اللي هو او تمن فرخ بنفس الشكل الاتي برضو كده، بيطلع منه بعض الاحيان سكتشات اكبر من الـ A5 زي ما انتم شايفين. لو جينا بصينا كده اهو، تعالوا ناخد ورقه نبدا ان احنا نتنيها برضو عشان نشوف المقاسات اللي احنا ممكن ان احنا ايه نشتغل عليه. طيب الورق ممكن نجيبه من سوق الورق او ممكن نجيبه من المكتبات. طبعا افضل حاجه ان احنا نجيبه من سوق الورق عشان هيوفر معاكم كتير جدا وانتم شغالين. سوق الورق موجود في القاهره العتبه شارع الجيش. طيب احنا بنحاول ان احنا نتني 3 نماذج من الورق بحيث ان احنا نقدر نشوف احجام السكتش بوك اللي احنا نقدر نوصلها. طبعا نقدر نوصل لاحجام اكبر من كده بكتير طبعا، واحجام اصغر من كده، لكن دول الستاندر اشهر 3 انواع من الايه من السكتشات. طيب يبقى لو جينا بصينا ده الاي 4 الورق المستخدم فيه هو اي 3، ده اي 5 الورق المستخدم فيه هو اي 4، ده تمن فرخ الورق برضو المستخدم فيه هو ايه تم فرخ. طبعا ده نص التمن مش التمن المساحه. فلو جينا بصينا وحطينا الثلاث مقاسات بنفس الشكل الاتي كده، هيبقى عندنا الثلاث مقاسات الاساسيين بتوع الايه السكتشات. طيب المرحلة الثانية هنبدأ إن احنا نتكلم عن أماكن تحديد الإخرام اللي هتكون موجودة معانا في الإيه في السكتش. طيب أنا عندي المساحة الكلية للسكتش اللي موجود عندي ده هنا هتكون 30 وهنا 25. هنبدأ إن احنا نقسم المساحة دي على 5 لأن احنا محتاجين يكون موجود معانا 4 إخرام في السكتش اللي موجود معانا دي. فلما نيجي نقسم هنا هيكون موجود معايا، هنحاول إن احنا نقرب أهو للطرف نفس الشكل الآتي ده كده، هيكون موجود معايا مثلا هنا 6، فأنا كل 6 هحتاج إن أنا أعمل كده، يبقى 6 آدي 12 ادي 18 ادي ايه 24. يبقى انا كده قسمت المساحات على اجزاء او مسافات ايه ثابته بنفس الشكل الايه اللي موجود عندي ده هنا كده. نفس النمط هنبدا ان احنا نعمله في السكتش الثاني بنفس الشكل كده، هيبقى كل 5 هاجي هقرب للطرف اهو، هيبقى ادي 5 هيبقى 10 15 20 وادي اخر حاجة اللي هي 25. المرحلة دي واحدة من أهم المراحل اللي احنا هنكون شغالين عليها وهي الخياطة، وهي ده يعتبر الهيكل الأساسي للسكتش اللي احنا هنكون شغالين عليه. احنا هنستخدم إبرة 6 سنتي، ده نوع الخيط. أهم حاجة إن الخيط اللي تستخدمه أيا كان نوعه إيه تبدأ إن أنت تشد بنفس الشكل الآتي ده كده، يكون قوي وفي نفس الوقت يكون مستمر ما يكونش فيه إيه اي عقد. وهتبدا ان انت تحط الابره بنفس الشكل الاتي ده كده، اللي هي مش دبل اللي هو فيه طرف فاضي، بحيث ان انت تكون بتخيط بخيط ايه واحد. وفي النهايه هتبدا ان انت تعمل عقده، تكون العقده دي بنفس الشكل الاتي ده كده اهو، هدي دبل وبرده هعملها دبل من نفس الشكل الاتي ده كده، بحيث ان هي ما تمرش من الايه الخرم اللي موجود في اول الايه السكتش. وده حاجة مهمة جدا جدا احنا هنكون ايه شغالين عليها. والجزء بقى بتاع الاضافة بتاعها احنا مش هنكون محتاجينه، فاحنا ممكن نقصه بقصافة او بمقص. احنا اهم حاجة عندنا هي الرابطة بتاعت الايه العقدة، وان هي ما تمرش من الطرف الايه التاني. ادي بنفس الشكل ده كده، وهبدأ بقى ايه الجزء بتاع الايه الخيط. طبعا لان الخيط هيكون طويل معانا فممكن تتكون عقد في اوقات كتير جدا، فلازم نكون يعني واخدين بالنا من الايه الاجزاء دي. طيب هبدا ان انا اهو من اول خرم عندنا، هبدا من تحت اهو بنفس الشكل الاتي ده كده. طبعا
نكون ماسكين طرف مثلا او حاجه من الايد دي، لان هي دي المنطقه اللي هيكون بيتكون عندها الايه اللعبكه بتاعتنا اهو. وهبدا ان انا اتاكد اشد كده بنفس الشكل، اتاكد ان الايه الجزء ده مش هيمر من خلال الايه الثقب ويكون ان هو ماسك كويس ايه. وبعد كده بقى هبدا الايه الخياطه رايح جاي بنفس الايه الشكل في الادي ده دلوقتي ادي اهو من المنطقه بتاعتي الاولى. طيب احنا بمجرد ما بنطلع هنا بنحط الابره خلاص، وابدا ان انا اشد بايه بايدي. طبعا لو شدينا جامد هنلاقي ان هو بعض الاحيان بيكون ايه عقد، لو انت واخد بالك ومركز قوي مش هيتكون معاك اي حاجه، ولو تكون اي حاجه بتشدها بالراحه في بدايه الايه العقده مش هتكون تعمل لك ايه اي حاجه بعد كده. اهو هبدا ان انا اجي من نفس المكان ده كده، هنبدا ان احنا نشد نفس الشكل. دايما نتاكد ان احنا يعني شادين كويس قوي على الايه الاطراف بتاعتنا اللي احنا ايه شغالين عليها. ادي اهو هبدا ان انا اجي من منطقه ثانيه لكن هي خارجة الثقب بتاعها الأساسي. ادي بنفس الشكل اهو، هبدأ ان انا اعيد على نفس الايه الاجزاء كأني بعمل ايه دبل لكل الايه الاجزاء بتاعت الايه الخياطة اللي احنا عملناها. طبعا عشان يشدد معاك السكتش والسكتش يكون ايه كويس جدا ومتين برضو في نفس الوقت يستحمل معاك النقل الحركه مش عارف ايه. طبعا السكتشات دي العقد اللي انا بقول عليها عشان تبدا ان تفك، ان انت طبعا لو سبتها هتشد الدنيا، لو بتشد الخط بنفس الخيط بنفس الشكل الاتي ده كده يبقى كده اتحلت معاك الايه العقده اهو. هبدا ان انا اجي اهو من منطقه النص، ونركز بقى عشان المنطقه دي مهمه جدا ان انا وانا في النهايه اهو بعد ما خرجت نفس الشكل ايه ده كده هبدا ان انا اجي عند المنطقه الاولى قوي اللي هي اول بدايه انا بدات ايه منها، وهبدا ان انا اشد اهو كده ونحاول نخلي الخيط ما يدخلش جوه العقده، ان بعض الاحيان دي بتحصل، دي عقده اهي متكونه احنا مش واخدين بالنا منها لما جينا قلبنا السكتش خدنا بالنا منها اهو. فانا هشد كده. طيب فضروري ان احنا نكون مشددين قوي قبل ما نعمل الايه المرحله اللي احنا هنعملها دي دلوقتي اهو. طبعا لو احنا مش باصين ومش مركزين هنلاقي ان العقد دي بتتكون ايه معانا. فانا اهو يا دوب بس بنشد بايدينا كده لو العقده بسيطه، واهو ممكن نحط برضو طرف من اطراف ايدينا كده او ايدنا في الناحيه الثانيه بحيث ان ما تكونش الايه العقد دي. بس يبقى انا كده اهو هبدا ان انا اشدد على كل الايه الاجزاء. طيب بعد ما شددت على كل الاجزاء كل اللي هنعمله حاجه بسيطه جدا، ودي هنعملها في نهايه كل طرف من اطراف الاسكتشات اللي احنا شغالين عليها بنفس الايه الشكل الاتي ده كده. هكون ان انا باجي كده وهخرج من هنا كده اهو نفس الشكل ده كده من تحت الخيط، وهاجي من هنا يعني انا خرجت من تحت الخيط وهنزل من تحته تاني. ليه؟ عشان يكون لي عقده في الايه في المنطقه دي او يعمل لي رابطه في المنطقه دي كده اهو. يبقى انا كده عملت كده اهو، هسلك الخيط اللي موجود معايا نفس الشكل ده كده، يبقى ده كده هيعمل لي رابطه وهخرج من نفس النمط اللي احنا ايه عملنا عليه. يبقى انا كده اهو بنشد 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 اهو. يبقى انا كده بقى عندي رابطه في المنطقه دي كده، الخطوط دي هتكون ماسكه بعضها ماسكه نفسها كويس قوي. يبقى انت كده ايه خلصت اول مجموعه، يعني كل المجموعات هنكون بنعمل بيها نفس الموضوع ده. لكن في حاجه بقى مهمه قوي احنا هنحتاج ان احنا نعملها. انا دلوقتي هخرج بالابره نفس الشكل الاتي ده كده عشان نبدا ان احنا نربط في السكتش اللي بعده. طيب وربطنا في السكتش اللي بعده دي حاجه مهمه جدا هنشوفها، لان انت لازم مكان البدايه اللي انت بدات منه تخرج منه برضو. ليه؟ لان هو ده المكان اللي هيتصل في السكتش اللي بعده. يعني ايه بقى هيتصل في السكتش اللي بعده؟ ادي انا خدت اهو تاني مكان موجود معانا في الايه المنطقه، هبدا ان انا ادخل من نفس الشكل الايه البدايه دي كاني بعمل باترن وبكرر. بس ايه بقى اللي هيكون مختلف المره دي وليه احنا بس ما عملناش سبيد اب دلوقتي للاجزاء دي؟ لان هنا لسه في تركية بسيطه محتاجين ان احنا ايه نعرف اهو. هبدا ان انا ادخل بنفس النمط اهو، انا بدات فين؟ نفس مكان البداية اللي احنا بدأنا فيه. هسلك الخيط بتاعي عشان ما يعملش اي عقد اهو، وهبدأ ان انا اجي بنفس الشكل ده كده. هنا بقى هتتكون بقى الجزء اهو،
لو جينا شدينا اهو، لو لاحظنا ان انا جيت شديت الخيط هيبدا ان هو يقرب لي الايه السكتش، فشده لي شده كويسه. طيب هنلاحظ بقى وانا خارج بقى من المنطقه الثانيه ان احنا هنعمل حاجه بسيطه، وهو ده بقى اللي هي كل التركيه موجوده فيها، وهي دي اللي احنا يعني بعد ما توضح هنبدا ان احنا نكرر نفس العمليه دي. انا خرجت من هنا، هنزل من تحت الخيط اللي موجود هنا واخرج من هنا وابدا ان انا استكمل الايه الخياطه، كانه بيعمل لي عقده مصغره. يعني ايه؟ يعني انا هاجي اهو بالابره من هنا كده، وهخرج من الابره من تحت الخيط اللي في الايه في المنطقه دي كده اهو. انا كده بشد، ادي الابره بره عندي مش محتاجينها، ادي اهو هكون بشد الخيط بتاعي بنفس الطريقه الاتيه دي كده، هبدا ان انا اشد 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 اهو، وبس بنفس الشكل كده هتلاقوا ان الايه السكتش مسك فوق ايه في بعض، وهروح جاي داخل على الثقب اللي بعده وهعيد نفس العمليه اللي انا عملتها دي دلوقتي، هكررها بنفس الايه الطريقه. فتابعوا بقى معانا ايه الاجزاء دي ايه عشان هنعملها سبيد اب. طيب المرحلة دي بقى مرحلة الايه الكبس، هيكون عندنا خشبتين بنفس الشكل الاتي ده كده مربوطين بصواميل، احنا ممكن برضو تستخدموا يعني ايه حاجات من البيت مثلا ان انت تحط كتب على بعضها، بحيث الفكرة كلها ان انا هبدأ ان انا اجي احط الشكل ده كده اهو، واتأكد ان هو متناسق وفي اتصال وفي ارتفاع واحد. طيب يبقى بعد ما كبسنا بنفس النمط الاتي ده كده، هنبدأ بقى ان احنا نستخدم الغيرة الابيض اهو نفس الشكل الاتي ده كده، يبقى معانا مثلا فرشه وغيرة ابيض اهو، وهبدا ان انا اجي على الاطراف دي وهنديها اكتر من طبقه. يعني احنا مش هنديها طبقه واحده بس، احنا هندي طبقه بعدين نستنى وندي طبقه ثانيه ونستنى ان هي تنشف، بحيث يعني نديها كايه من طبقتين لثلاث طبقات، بحيث ان هي تكون ايه مناسبه معانا للايه للشغل اهو. دايما تاكدوا ان انتوا فرشين مثلا ورق او حاجه بحيث ان هي الايه الدنيا يعني ما تتبهدلش وانتوا شغالين اهو. وهبدا بنفس النمط بقى ايه اظبط في الاطراف دي. طيب ده الغلاف بتاعنا مطبوع على مقاس A3 متصمم، وهسيب لكم التمب بتاع الديزاين ده بحيث ان انتوا يكون موجود معاكم تريبليس ان انتوا تحطوا اي حاجه مناسبه لكم. المفروض اللي احنا هنعمله هنبدا ان احنا نجهز الايه الكفر بعد ما الجزء ده بيبدا ان احنا ان هو ينشف. زي ما انتم شايفين انا مقسم لكم مربعات هنا، والمربعات دي برده هتلاقوها في الصوره او الفايل بتاع الديزاين بحيث ان انتوا تحطوا فيها ايه اي حاجه. المفروض ان في كتله هنا هتتحط وكتله هنا وكتله هنا من سواء بقى نصبيان كارد بورد، الكلام ده هنشوفه في المرحله الجايه. المرحله دلوقتي بس ان احنا هنخطط على الكفر بتاع الايه الديزاين. طيب فرضا هيجي حسن حد يقول لنا مثلا ما بيعرفش ايه يديزاين قوي ومش عارف ايه، هتلاقوا على قناه اليوتيوب في كورس للبدايه كامله في الايه الفوتوشوب ممكن تسمعوه، هيحط لكم الاساسيات ان انتوا تقدروا تعملوا حاجات ايه زي دي. طيب يعني اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا عايزين نخطط الفريم بتاع الاوتلاين ده او المكان في الظهر بتاعنا. طيب فانا محتاج ان انا اقيس المسافه مثلا من هنا اهو 3 مثلا و 3.5 او 3.4، وهنا مثلا من الناحيه دي 3 اللي هي المساحه اللي هيتحط فيها الايه السكتش. طيب يعني انا كده معنى كده ان من الناحيه دي هنا هيكون 3.4 مثلا كده بنفس الشكل ده كده اهو، وهبدا ان انا اشد ايه هبدا ان انا اشد خط كده عشان واحنا شغالين دلوقتي بنحط الاجزاء هيبقى ايه محتاجين الكلام ده. ومن الطرف ده من هنا هيكون 4 هيكون 3 اقصد، فادي اهو من الناحيه دي كده هيكون ايه ادي اهو 3 بنفس الشكل ده كده. طيب من فوق ومن تحت نفس النمط، انا محتاج ان انا اقيس لحد اللي هو الايه البدايه، فهنا مثلا جايب لي ان هي ايه 2.5، فانا محتاج برضو من تحت القرصفة على طول هاجي كده اهو 2.5، نبدأ ان احنا نظبط الاطراف. ومن فوق نفس النمط، يبقى احنا كده خططنا التخطيط الايه الاساسي بالنسبة لنا. طبعا هنبدأ ان احنا نقيس من فوق عشان نتأكد برضو النسبة كام، ادي اهو ممكن ناخد هنا عشان هي مش واضحة، ادي اهو يبقى من فوق برضو من عندنا كده
اقل من 3 بشويه. طبعا لو بنطبع على ابيض، يعني لو الكفر بتاعنا ابيض، ممكن نعمل حاجه بسيطه جدا ان احنا هنرفعه في الهواء كده، كاننا مثلا بنفاونس او بنشف اللي هو في الظهر كده، ويبقى في مصدر ضوء بحيث ان احنا نقدر نشوف الايه الخلفيه. نفس النمط اللي احنا عملناه ده دلوقتي هنحتاج ان احنا يعني ايه نكستند الكلام ده كده، اللي هو بتاع المنتصف اللي هو الخط ده كده اهو، ادي اهو من الناحيه دي، احنا هنكستند بس عشان نعرف اطرافه من الناحيه الثانيه، ونبدا ان احنا نستكمل ادي كده ادي كده اهو. طيب انا كده عرفت الطرف فين من الناحيه دي، هيكون هنا، ادي البدايه وادي النهايه. طيب من الناحيه الثانيه برضو نفس النمط، ادي البدايه وادي النهايه، نبدا ان احنا نوصل الاثنين بايه ببعض نفس الشكل ده كده اهو. يبقى احنا كده جهزنا الجزء ده لعمليه الايه التخطيط، ونخش على المرحله اللي بعدها. طيب في المرحله دي بقى هنستخدم كل عشان نلزق الايه الكفر، محتاجين ان احنا نقطع القطعه دي، سواء انا مستخدم نصبين مصري بنفس الشكل الاتي ده كده، ده على قد الفريم ورك بتاع الديزاين اهو بنفس الشكل الاتي، ودول بنفس الطول بتاع الايه الاوتلاين اللي احنا شايفينه، وزايد سنه عن الاطراف عن الكتاب، اللي هي الاطراف او البوردرز اللي بتكون على الكتاب. يعني ادي مثلا اهو السكتش بتاعنا قصدي نفس الشكل كده، هنكون سايبين مثلا نص سنتي نص سنتي نص سنتي من كل الايه الاطراف، وهنعمل منها ايه جزئين. طيب لما تيجي تتلزق طبعا هتتلزق بايه، بكله بنفس الشكل الاتي ده، بلاش غيره ابيض، لان غيره الابيض في اوقات كتير بيبجع الورق، بيحتاج ان هو يكون مكبوس يعني فتره طويله. فانا اهو هبدا ان استخدم كله بحيث ان احنا نلزق الايه الاطار، ادي اهو بنفس الشكل ده كده، وهبدا بشكل بسيط. اول جزء عندنا طبعا هو الايه الجزء او المنطقه اللي ايه في النص. طيب نفس الشكل ده كده اهو، هبدا ان انا اجيب النصبيان، وتابعوا بقى معانا واحنا بنلزق كل الايه الاجزاء دي. طيب بعد ما خلصنا لزق للكفر هنبدا ان احنا بقى نجيب اهو السكتش اللي احنا خيطناه، وبعد ما نشف كل الاطراف دي كلها نبدا ان احنا نحطه هنا. وفي ورقه بتكون فاصل ما بين السكتش وما بين يعني ما بين الكفر وما بين السكتش الهارد كفر والسكتش، احنا دي اللي احنا عملناها، طبعاً عليها باترن بنفس الشكل الاتي بعض الاحيان. وفي اوقات كتير هتلاقوا ان الناس بتستخدم ورق ملون بيكون برضو بنفس الستايل ده، بس ده هنستخدمه للستايل سكتش بوك تاني، يعني بنوريه لكم برضو. فانا في الحاله دي اهو هحاول ان انا احطه متوازي مع الشكل ده، يعني بنفس الطريقه دي كده اهو، تمام. طيب وهحطه جوه الايه السكتش بوك بحيث ان هو ياخد خلاص الايه المكان بتاعه. يبقى انا كده حددت وعرفت المكان بتاع الايه الشكل ده ازاي، يبقى كان سايب من الطرف من هنا وسايب برضو من الطرف من هنا المسافه ايه محدده بقدر الامكان. بعد كده هبدا ان انا ايه اعمل كده اهو، اكون انا ماسك بنفس الشكل الاتي ده كده اهو. انا كده فتحت، انا محتاج بقى ان انا ايه احط او اغري على الايه الاطراف دي كلها. فانا برضو عشان ما بهدلش الدنيا وانا شغال هحط ورقه نفس النمط ده كده اهو، بحيث ان احنا نغذي كل الاطراف دي ونقفل الايه السكتش بوك من المنطقه دي، بحيث ان هو يكون معانا خلاص ايه ثابت. وفي نفس النمط من المنطقه الثانيه هنبدا ان احنا نعمل نفس اللي احنا عملناه ده ايه دلوقتي. في النهايه زي ما انتم شايفين هو ده السكتش معانا بعد ما خلص، وبعد ما طلع من الكبس ده السكتش اهو من جوه نفس النمط. طبعا زي ما قلنا نقدر ان احنا نغير الديزاين الخارجي، نقدر نغير الباترن اللي موجوده، ممكن نسيب هنا مش عارف ايه، ممكن نحط هنا الاسم في البدايه. فده شكل التصميم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديده، واشوفكم في الفيديوهات الجايه.